بس انا عايز اسالك سؤال، هو انت دلوقتي لما تقتل خاين بقيت مجرم قال، ولا لما تدور على اللي بيبسط الناس وتجيبه لهم لحد عندهم وهم قاعدين كده بقيت مهرب بقى لا سمح الله؟ مهرب قبض الروح يا بدران مش حاجه سهله، بس كمان مكتوب عشان الناس تعيش لازم الناس تموت، يعني نفضل عايشين كلنا، وكمان عشان الناس تحس طعم الدنيا لازم يبقى في مزاج. ياخد بق لو عاجبك خليني احط لك شويه هوا تاني. يا على كتفك ده كفاره يا فندينا. أعرف أعرفك براء النوح اللي مطرح ما يحط رجليه يحضر قبض الروح. ارجع اثبت. وأنا بقى حالف باخده من هنا غير وأنا مسلم روحك للي خلاها يا أفندينا. متشكرين على كابتن مصر يا محترف. تطورني يا فندم. اقتلني اقتلني يا خميس، وانت لو ما قتلتنيش انا هقتلك. هقتلك يا خميس. لو حد متعرف ياض انا بقى اعرفك خميس يا فندم. اول خميس ملوش جمعه لا. لقيت بتسهر ويانا ولا تروح تتفرج على التلفزيون؟ دوس على الزنات وقتلني. انا مش خارج من هنا غير يا قاتل يا مقتول يا خميس، ورحمه الغريب لا اقتلك يا خميس. اثبت اثبت يا انت فاكر يا دي المده بيرمرم كده يالا ليه؟ والمده بتاع عيال المد عنده مزاج وبينقي الجته اللي ناولها الشرف ده. وانا ليه دم عندك؟ وهاخده يا فندينا، هاخده منك يا فندينا وهقتلك. اثبت ما تثبت يا اثبت يا افتح بوقك يا ابوك. ياد عارف انك هنا، ما ظنيش انه بالغباوه دي. ولا يا زوز ما ظنيش والله. يعني انت كده خرجت عن طوع ابوك معلم النوح، معناها لازم تتربى ويتعلم عليك بس، وابوك هيقرا العلامه دي كويس عشان بعد كده تسمع كلام ابوك كلام امك. لا ها اثبت اثبت يا اخلص. عرفت حاجة؟ وصلنا له يا كبير. فين؟ كباريه المالت بيدور رائد لأفندينا هناك. وانتوا كنتوا فين؟ وازاي تسيبوه يروح لوحده؟ ما انت عارف دماغ المعلم براء ناشفة زي الحجر، رفض حد يروح معاه. يوم يروح له في حجر المالت ده كلب أفندينا وقطته بتتمسح فيه. جهز بسرعة كام راجل من رجالتنا يجوا معانا، لازم نلحقه قبل ما ياكلوه. يلا بينا. خميس قفشت النوح في كباريه المالت وعامل عليه حفله هناك. خميس اللي راح له ولا هو اللي جاله؟ لا الواد هو اللي راح له، بس شكله كان نوع الشر، لكن افندينا لعبها معاه وجابه تحت رجله. خلاص مال وشك مسفر كده ليه؟ لا لا الا الله، النوح مش هيعدي اللي حصل لابنه ده بالساهل. عجب هو خميس قرص على الواد بالزياده؟ الظاهر كده. ما دام الخبر وصل لك
يبقى ضروري راح للنوح. طب والعمل يا حاج؟ طب تسألني يا ابو سنة؟ لم الرجالة وروح في ظهر خميس احسن يخرج يتفاجئ بيهم. هات يا جمال يا رب. استرها يا رب معانا.